ناخذ اسئله الاخوه. الاخ محمد يقول يسال عن البشت، يعني هل ياخذ حكم يعني الثوب الدشداشه في قضيه الاسبال او عدمه؟ نعم، الصحيح انه من اللباس فياخذ حكم ما ورد في شان احكام اللباس، لباس الرجل. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا حرج عليه فيما هو إلى الكعبين، وما جاوز الكعبين ففي النار. فهذا يصدق على ما يلبسه الرجل، والبشت أو العباءة لباس يلبسه، فلا يصح أن يكون مسبلا، وإنما على الناظر إليه أن يتريث أيضا. نعم، لأننا نعلم أن لبس البشت ليس كلبس ما نسميه نحن الدشاريش، أي القمصان. نعم، هذه الطويلة، فهذا يسند إلى الكتفين، يرتخي على البدن، قد ينزل من جهة ويرتفع من جهة. نعم، أخرى، خاصة عند الصلاة، خاصة لمن كان يلبس خنجرا على سبيل المثال. نعم، أو عند الحركة، فقد يرتخي من جانب ويرتفع من جانب آخر دون أن يشعر صاحبه، أن يشعر صاحبه، وهذا يحصل كثيرا عند الركوع وعند السجود، لأنه لا شيء يمسك هذا الرداء أو هذا البشت، فيمكن أن يحصل، فلا ينبغي التعجل، لكن ينظر في مبتدئه وفي أصل لبسه. نعم، لا في هذه الأحوال التي كما قلت يمكن أن يرتخي فيها من جانب أو من الأمام أو من الخلف أو من أحد الجانبين، لأنه ينزاح قليلا. نعم، عن جانب إلى الجانب الآخر، فهذا لا بد أن يلحظ فيما يتعلق بلبس البشوت، والله تعالى. نعم، هذا بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للفرد نفسه المأموم يمكن في كل الأحوال، وإذا كان يلبس بشت ويصلي أو في وضع. نعم، الحاصل أنه مأمور في لبسه هذا أن لا يكون مسبلا. نعم، لكن إن حصل له كما تقدم في أثناء، لأن في أمر البشت هذا التغير وارد. نعم، يعني أثناء الانتقال في حركات الصلاة وهو لا يريد أن يشتغل ببشته، بل هو منهي عن الاشتغال بالحركة وبكف الثوب أثناء الصلاة، فلكن أصله ليس بمسبل. نعم، هذا لتنبيه من ينظر إلى إمامه أو إلى خطيب الجمعة أو إلى من يصلي بهم إلى الإمام، فيتعجل في الحكم عليه في رآه في موضع يكون قد اختل فيه وضع البشت فيحكم عليه بناء على ذلك، لا، هذا مما لا ينبغي. وأظن المسألة صارت واضحة.